التشرف برأس الدائرة القضاء المركزي. أتشرف بأن أتقدم إلى دائرتكم الموقرة بكتاب هذا ملتمسا ملحقه محضر جلسة المحكمة، وأثبت فيه الحقر الآتي: أولا، تشرفت بانتمائي إلى أسرة الصحافة والإعلام المصرية، ولقد بدأت مسيرتي منذ نحو 60 عاما. تربيت خلالها في مؤسسة الأم التي تخرج منها عمالقة وأساطين الأدب والصحافة والإعلام في مصر والعالم العربي، ومؤسسة الأهرام. تعلمت خلالها أصول مبادئ الصحافة والإعلام وعدم الاختلاف في الرأي، ولم يشهد أحد خلال تلك المسيرة أنني كنت يوما فظا أو غليظا أو متجاوزا في حق أحد أو سمعتي، كما لم يرصد أحد أني كنت في أي خصومة في الرأي شتاما أو لعانا أو طاعنا في عرض أحد أو سمعتي. ثانيا، أن الأصل الذي ألتزم به في عملي الصحفي والإعلامي هو رفض كل ما من شأنه أن يشكل سبا أو قذفا أو طعنا في عرض أحد أو سمعته، إذ أن ذلك السلوك يأباه ضميري الإنساني قبل أن يرفضه ضميري المهني. ثالثا، أنه من الثوابت الإعلامية أن انفعال الإعلامي في شرح وجهة نظره أو في تجريحه أو نقد وجهة نظر أخرى ليست بحال تجريحا أو طعنا في صاحب وجهة النظر الأخرى، كما أن تبني الإعلام موقفا يراه محققا لمصلحة الوطن وانتقاده لمواقف أخرى في سياق موضوعي لا يتصور بحال أن يكون تجريحا أو سبا في أصحاب المواقف الأخرى، إذ أنني على المستوى الإنساني والشخصي أقدر وأحترم شخص كل من اختلفت معه في قضايا ناقشتها على المستوى الإعلامي، لأنني لا أتبنى مواقف شخصية تنال من الأشخاص، وإنما أناقش قضايا موضوعية قد تتباين فيها الآراء وتختلف المواقف. ومن ثم فإن ما أود أن أثبته للتاريخ في هذه المحاكمة أنه لا ينبغي بحال أن تتحول اختلافات الرؤى والمواقف في جرائم السب وقصف وطعن في الأعراض. وأقرر في هذا الشأن أنني حينما اختلفت بمناسبة أداء دوري الإعلامي مع الزميل الفاضل المدعي بالحق المدني في تبنيه لآراء أو مواقف سياسية معينة، فأنا لم أختلف مع شخصي الكريم ولم أنتقد سلوكه الشخصي أو أطعن في ذمته أو سمعته أو سمعة أسرته الكريمة. لقد اختلفت معه في رأي أو موقف سياسي، وهو اختلاف في حب هذا الوطن وليس اختلافا على حب هذا الوطن. لذلك آثر أن يكون موقفي على هذا النحو مسجلا ومرفقا بأوراق الدعوة، ليعلم الجميع أننا نقدر الأشخاص وإن اختلفنا معهم في المواقف، ونحترم من خالفونا الرأي أو انتقدوا مواقفنا دون أن نعتبر أن اختلافهم معنا أو نقدهم أو حتى رفضهم لأسلوبنا أو لمواقفنا وآرائنا من قبيل السب أو القذف أو الطعن في العرض والسمع. وأخيرا، أؤكد على احترامي الشخصي والإنساني لجميع من اختلفت معهم طوال مسيرتي الصحفية والإعلامية، ومن بينهم الزميل الفاضل المدعي بالحق المدني، وأن هذا التقدير والاحترام وإن كان يتسع لجميع من أخالفهم الرأي أو الموقف السياسي، إلا أنه لا يمتد بحال إلى من تلوثت أيديهم بدماء المصريين أو خانوا بلادهم وأوطانهم.
عايز اقول لحضراتكم المحكمة اللي كنا فيها النهاردة دي تقريبا واحدة من انظف المحاكم في مصر، انظف المحاكم بالحالة اللي احنا شفناها النهاردة. طب باقي المحاكم شكلها ايه؟ انا بصراحة النهاردة كنت قاعد، مش انا، زي ما شفتوا كده، الله يكون في عون